نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم سيدي الفاضل ومن خلالك لكادر ومشاهدي قناة اليوم الفضائية. أهلا بك. حقيقة يعني التعامل التركي مع العراق له سوابق كثيرة، وتحديدا منذ عام 1900 ويعني و95 إلى اليوم هناك استخفاف بمواقف الدولة العراقية، وهناك عدم جدية باحترام العلاقات فيما بين البلدين الجارين. لذلك حقيقة تجاهل التحذيرات وكذلك الرفض والاستنكار من قبل المسؤولين الحكوميين العراقيين من قبل نظرائهم في الدولة التركية أمر تعودنا عليه كعراقيين، ومما يؤسف له أن هذا الأمر لم يؤخذ بنظر الاعتبار من الحكومة العراقية الحالية أو السابقة في كيفية الرد وآليته على هذه التجاوزات وهذا التجاهل حتى لتصريحات ورفض المسؤولين العراقيين. ما يجري الآن هو حقيقة غزو واحتلال قسري للأراضي العراقية، وهناك أطماع للدولة التركية في العراق، وكذلك بعد ما حدث في عفرين هناك توجه استعماري حقيقة لدى الدولة التركية في الأراضي العراقية، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك ضوء أخضر من الجانب الأمريكي في هذا المجال، وهو أيضا ضغط مع الأسف على الحكومة العراقية. الاتفاقيات التي تلوح بها أو ترفعها تركيا في أن هناك اتفاقيات فيما بينها وبين النظام السابق، أو ربما أيضا اتفاقيات غير معلنة فيما بينها وبين الحكومة العراقية الحالية، حقيقة لم ترتقي إلى مستوى اتفاقيات، وإنما هي تفاهمات على مستوى شخصيات لا ترتقي إلى أن تكون اتفاقيات وارتباطات بين الدول. ما يجري الآن هو حقيقة تدخل عسكري سافر وانتهاك لسيادة العراق، وأيضا انتهاك للدستور العراقي، ولا نجد حقيقة رد مناسب لا من رئاسة الجمهورية باعتبارها الصائن والحامل للدستور العراقي ولا هو وحدة وسيادة الأراضي العراقية، ولا من الحكومة العراقية كسلطة تنفيذية، ولا حتى من المجلس النواب باعتباره الهيئة التشريعية والمراقبة لأداء السلطة التنفيذية والحكومة العراقية. هذا الأمر خطير، هناك صمت مطبق من جميع حقيقة الجهات السياسية العراقية باستثناء الرد المخجل من وزارة الخارجية، والذي أيضا لم يرتقي إلى مستوى هذا التدخل العسكري في الأراضي العراقية. بالتالي هو استخفاف من جانب الدولة التركية بتصريحات، هذا الاستخفاف حقيقة لابد أن نشير مدعوم بموافقة أمريكية بالتدخل بالأراضي العراقية، خصوصا ما حدث في عفرين ربما وتر العلاقات ما بين أمريكا وتركيا، وبالتالي من باب مناغمة الأتراك تحاول أمريكا أن ترضي تركيا على حساب العراق. وما يحدث حقيقة من استخدام الطيران وكذلك المدرعات والتوغل على مستوى المشاة داخل الأراضي العراقية أمر لا يرتقي، ولا لابد أن يكون حقيقة فيما بين الدول المتجاورة، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك قادر أن هناك قرار صادر من مجلس الأمن الدولي في عام 2015 يحمل رقم 2249، وينص هذا القرار على أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم حجة محاربة الإرهاب ومتابعة الإرهابيين بالتدخل باستخدام القوى العسكرية للأراضي لأي دولة أخرى. وبالتالي تركيا حقيقة يعني تضرب عرض الحائط بكل العهود والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وأيضا العلاقات فيما بين العراق وتركيا. لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تكون بمستوى حقيقة بمستوى الحدث الذي يهدد وحدة وسيادة العراق. لابد أن نشير ربما هناك يكون اتفاق حقيقة مع بعض الشخصيات في الحكومة العراقية والأكراد والتركية والأمريكية على أن تكون هذه العملية ربما داخل الأراضي العراقية وبأعماق مختلفة حسب المسافات التي تطمع تركيا. نعم أستاذ كاظم، لو سمحت لي، أنت تحدثت في سياق حديثك لأنه موقف الحكومة العراقية يحتفلون بأعياد النيروز. نعم أستاذ كاظم، في سياق حديثك قلت بأن الحكومة العراقية يعني موقف الحكومة العراقية لم يكن بالمستوى المطلوب، يعني هي مجرد دعوات. طب ما هي الخيارات المطروحة من قبل العراقيين بشكل عام في حال رفضت تركيا الاستماع لهذه الدعوات بالخروج يعني من الأراضي العراقية؟ العراق يمتلك حقيقة كثير من الأدوات القانونية والآليات ضمن الإطار الدولي وحتى الإقليمي بالضغط على الحكومة التركية وإنهاء هذا التدخل السافر. على مستوى الداخل العراقي تستطيع الحكومة العراقية، خصوصا علما أن هناك تصريح لرئيس وزراء في عام 2015 باستخدام القوى العسكرية لطرد القوات التركية، وهذا الأمر حقيقة
تصريح في حينه ولم يعمل به. هذا من جانب. من جانب آخر العراق أيضا يمتلك ملف اقتصادي كبير يصل إلى تبادل إلى 10 مليار دولار سنويا ممكن أن يضغط به على جانب تركي، وأيضا هناك ديون للدولة التركية على أقليم كردستان أيضا ممكن أن تستغلها وتستثمرها الحكومة العراقية. هذا من جانب. على الجانب الإقليمي، على المستوى الإقليمي جامعة الدول العربية وكذلك الدول الصديقة للعراق تستطيع أن تضغط على الجانب التركي بكف هذا العدوان على الأراضي العراقية. وأيضا على المستوى الدولي القرار الذي أشرنا إليه 22/49 في عام 2015 وكذلك تدخل حقيقة التركي في دول أخرى يساعد العراق الآن بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باستحصال قرارات تضغط وتجبر تركيا بالخروج من الأراضي العراقية. وبالتالي العراق يمتلك، العراق كدولة وليس كحكومة لابد أن نميز حقيقة، العراق يمتلك كثير من الآليات والأدوات القانونية التي يستطيع الضغط بها على جانب التركي وخراجه من الأراضي العراقية، إلا أن المؤشر هو عدم جدية الحكومة العراقية بالتعامل مع هذا الملف، وهذا الأمر ناتج حقيقة عن ضغوط داخلية وخارجية على الحكومة وعلى بعض الأطراف في شمال العراق. وربما هناك حقيقة تناغم تركي كردي أمريكي بهذا الأمر، وهذا مؤشر يعني مؤشر داخل أستاذ كاظم لو سمحت لي الآن هو بموافقة أمريكية. نعم أستاذ كاظم، أيضا تحدثت بأن أنقرة تتذرع باتفاق عام 1995 المبرم من قبل حكومة صدام حسين مع تركيا، هل هذا الاتفاق لا يزال ساري إلى الآن، ساري المفعول أقصد؟ نعم، هو ابتداء لابد أن نشير لأنه ليس اتفاق وإنما هو تفاهمات على مستوى شخصيات داخل حكومة النظام البائد وتركيا، وهذا التفاهم لم يودع داخل منظمة الأمم المتحدة يكون اتفاق دولي تستطيع أن تنطلق منه تركيا الآن وتدخل الأراضي العراقية. وبالتالي هذا التفاهم انتهى حقيقة في حينه، خصوصا مع الانتفاضة التي حدثت وقيام إقليم كردستان والوضع الذي تغير في حينه. وبالتالي هذا التفاهم فيما بين الدولة الحكومة السابقة حكومة النظام البائد وتركيا انتهى في حينه، ولا يحق لتركيا حقيقة استخدامه كذريعة للتدخل إلى الأراضي العراقية، وخصوصا أن هناك قرارات صدرت من مجلس الأمن الدولي في زمن أحدث وبعد 2003 وكذلك 2015 تنص على أن العراق دولة ذات سيادة وأن الدول التي تريد أن تحارب وتكافح الإرهاب لا يحق لها الدخول إلى أراضي الدولة العراقية بحجة مكافحة الإرهاب. وبالتالي الاتفاق ملغي ومنتهي في حينه، وهو ليس اتفاق دولي وحتى ليس اتفاق على مستوى الدولتين بين العراق وتركيا، وإنما هو تفاهم يصب في مصلحة النظامين السابق النظام السابق وكذلك تركيا، واستخدم واستغل استغلال سيء. وهذا أيضا أحد المؤشرات على الحكومة العراقية الحالية، لأنها أيضا تبرر هذا الأمر بالتفاهم السابق، وهو أمر سلبي حقيقي. لابد أن يكون هناك اتفاق جديد بين العراق وتركيا في محاربة ما يسمى المجاميع الإرهابية في شمال العراق، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه المجاميع الإرهابية لها غطاء سياسي ودعم لوجستي من بعض الشخصيات في تركيا وكذلك في شمال العراق.